المغربيه لحقوق المستهلك في التقرير ديالها قالت بان ماده الخبز كطرح اسئله حول الجوده والسلامه، وهذا الشيء يعني يقدر ينجم عليه اضرار صحيه للمستهلك. بصفتكم في الجمعيه ديال حمايه المستهلك، اشنو ردكم على هذا الشيء؟ هو حقيقة هاد المشكل ديال الخبز هو مشكل قديم جديد، لأنه يعني هذا مشكل ماشي يلاه ديال اليوم، وكانوا تقارير في هذا الباب هذا، خصوصا ملي كانت تكلموا على المادة ديال السكر اللي كتزاد في هاد المنتوج هذا. حقيقة هاد المنتوج خاصنا نعرفوا بأنه واحد الطرف فيه هو خاضع لسميتو الأثمنة المحددة، بالتالي كاينه هناك سلطات ديال الدولة اللي خاصها تقوم بالمراقبة الضرورية في هذا الباب هذا، وباش تضمن لنا أننا يكون عندنا واحد المنتوج اللي خاضع لجميع المواصفات القانونية. الإشكال اللي كاين هو أنه وهذا الشيء اللي كنلاحظوا وهذا الشيء اللي كنا قلناه هذه السنوات، هو أنه كنلاحظوا بأنه واحد هذا المنتوج ديال الخبز كيحتوي على ماده ديال السكر، وهي اللي هي اصلا ممنوعه انها تكون، لانه المواصفات ديال 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 الخبز هو باين. ولو ان هذا المورد هذا باغي يدير مثلا واحد يزيد واحد الماده من المواد من غير المواد اللي هي كنعنيو بها الخبز طبقا لهذ المواصفات القانونيه، خاص المستهلك يكون على علم بها، وهذا مع الاسف الشديد ما كاينش. وهنا كنلاحظوا بانه كاين خروقات كبيره، زيد كذلك على الوزن ديال الخبز اللي هو قانونيا خاصو يكون في 200 غرام، ولكن في السوق ما كنلقاوش بانه الخبز فيه 200 غرام. وهنايا السلطات كذلك ما كتقوم حتى بشي مجهود باش تردع هاد المنتجين او هاد اصحاب المخابز في هذا الباب هذا. يعني في هذا الاطار استاذ، يعني يكثر القول على ان مجموعه من المواد اللي كتدخل في تصنيع الخبز فيها مواد مسرطنه، ما حقيقه هذا؟ واش فيها مواد مسرطنه؟ واش هذا المنتوج هذا فيه مواد مسرطنه؟ في حقيقه انا ما يمكنش ليا نقول بانه كاينه فيها مواد مسرطنه او لا ما كاينش فيها مواد مسرطنه، طالما انني ما عنديش دراسه في هذا الباب هذا، وما قمتش انا كجمعيه او لا كمنظمه او لا كفرد كاع ودرت تحاليل مخبريه اللي كتعطيني هاد الشيء هذا. فبالتالي انايا ما يمكنش نتكلم على واحد الحاجه اللي انا ما كنعرفش اصلا المصدر ديالها. الا كانت هناك مواد مسرطنه فهذا خطير، وخطير جدا، لان دور ديال منظمات ديال حمايه المستهلك هي انه حقيقه كتقلب على المعلومه، تبحث على المعلومه وتعطي هذه المعلومه للراي العام او للسلطات المعنيه باش يقوموا بالعمل ديالهم. ففي الوقت اللي مثلا هذه المنظمه هذه قامت بهذا العمل، ويمكن يتبادر على ذهن، لانه حنا كنعرفوا بان خصوصا بالنسبه للمواد اللي هي محوله جينيا، هي في الحقيقه وحسب تصريح ديال وزاره الفلاحه هنا بانها راه ممنوع انها تدخل المغرب وممنوع انها تتداول في المغرب. اذا الحبوب كذلك داخله في هذا النطاق هذا، ان الحبوب اللي هي محوله جينيا ممنوع انها تدخل المغرب. فبالتالي الى الوزاره كتقول بانه هذا الشيء ممنوع، المنظمة ديال حماية المستهلك كتقول بأنه هذا الشيء كاين، فالدور ديال هذا الدور ديال المراقبين والدور ديال الدولة والدور ديال السلطات العمومية أنها تقوم بافتحاص وبالتأكد من هذه المسائل كلها، لأنه ما نساوش بأننا احنا الآن أمام واحد المشكل ديال الأمن الغذائي. فما كنتصوروش انه شحال ديال المغاربه كيستهلكوا هذا المنتوج هذا، واذا كان حقيقه مسرطن فشحال ديال المغاربه كيتسرطنوا بهذا المنتوج، ولا بقات السلطات المعنيه ساكته وما كتقومش بالواجب ديالها في هذا الباب، فهذا كيتبت على اننا كاينين غاديين في واحد المنزلق خطير. ويعني في هذا الاطار نتحدثوا على المواد الاضافيه للماده ديال الخبز والخطر ديالها،
عليها بحال الخميره الكيماويه والماء المشبع بالكرور والسكر، يعني كتطرح خطوره. الخميره لا لوفور، لا لوفور كلنا كنعرفوا، وهذا سان بروسيدي اللي كيدار ومتعارف عليه بانها سي سي بروسيدي كيميك. الا قلنا بانه الخميره راه هي مسرطنه، فنقولوا حتى الدواء هو مسرطن، لانه الاشكال ماشي في الماده هي اصلا واش هي ماده كيماويه ولا لا، راه الاشكال هو في المقادير المستعمله في هذا الشيء. هذا ملي كناخذ مثلا ناخذ غير الدواء كنعرفوا بانه الدواء راه كيداوي، ولكن كنعرفوا بانه الدواء لا باز ديالو راه هو دي برودوي كيميك. اذا بالتالي واش نقولوا بانه صافي هذاك الدواء راه برودوي كيميك ما نستهلكوش راه هو خطير؟ ما يمكنش. لا، كاين عندنا دي دوز، الا فتنا لي دوز ديالنا افكتيفمون كيولي هو مسموم وكيولي خطير ويقدر يسبب مخاطر، ولكن ملي كيكون في الاطار القانوني ديالو ما كيبان ليش علاش غادي نهولوا هذا الامر هذا كله. ثانيا ملي كنتكلموا على الماء اللي هو فيه الكلور، والماء راه معروف بان الماء فيه الكلور، والماء اللي كنستهلكوا حنا كلنا الماء فيه كلور. اذا بالتالي علاش بالضروره انا الماء اللي كنشرب من الروبيني كنشربه ما غاديش يضرني، والماء اللي كنديرو في الخبز راه غادي يضرني؟ هنا كاين تساؤل. هنا علاش كنقولوا بانه خاصنا نفتحوا حقيقه تحقيق في هذا الشيء هذا، وباش نعرفوا بانه واش عندنا ايفيكتيفمون هذا الشيء هذا في هذه المواد هذه اللي غنستهلكوا، واش هذا الشيء اللي واش هذه المقادير اللي كيداروا واش غادي تاثر لنا على الصحه والسلامه ديال المستهلكين. حقيقه كاين السكر، احنا متفقين احنا السكر هذا لاحظناه، وكانوا عندنا نيت تجارب ولقاءات مع موردين في هذا الباب هذا، اصحاب المخازن اصحاب المخابز اللي اكدوا لنا بانه كاين هناك سكر، وكنعرفوا بانه هنا سكر راه كيأثر على الصحه ديال المستهلكين، خصوصا هذوك المستهلكين اللي عندهم ديابيت، عندهم امراض واللي ما خاصهمش يتناولوه. وهنايا الدور ديال المخابز هو انه المنتوج اللي هو كيتزاد فيه اضافات ملزمون انهم يعلموا بها المستهلك باش هو يبقى ليه اختيار واش ياخذ هذاك المنتوج او ما ياخذ شيء. هذا جانب. الملاحظ كذلك بالنسبه للمخابز هو انه كاينين انعدام ديال التعريفه ولا اشهار التعريفه في هذا الباب هذا، وهذا كذلك حق من الحقوق ديال المستهلكين اللي مهضوم في هذا الباب هذا او في هذا النشاط هذا. فكنظن ان الدور اللي خاصها تقوم به السلطات المعنيه او السلطات العموميه هو انه تقوم بالمراقبه في هذا الباب هذا، وكذلك تاكد لنا وتاكد للراي العام بان هذه المنظمه واش على حق او لا ماشي على حق. وإذا كانت على حق فجميع الاجراءات خاصو يتخادوا باش نحميوا هذا المواطن المغربي وهذا المستهلك المغربي، ولا ما كانش على حق فكون هناك مساطر اخرى. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.